العام الدراسي يمكن ما تتواكبش مع اليوم الاول من البدايه، انما حريصين على انها مع بدايه العام الدراسي نكون ان شاء الله شبه انتهينا منها. تمام. المبنى عندنا المبنى فخم، المبنى بتاع اداره الجامعه، هو طبعا بنعاني من ان زي ما انت شايف مباني قديمه، الا انها في نفس الوقت تراثيه وفخمه، فبالتالي يعني فيها بنحاول نحافظ وناكد على الميزه اللي موجوده. كان مبنى متهالك من الخارج وكان بقاله فتره طويله جدا ما حصلوش اي صيانه، المجاري رشحه فيه، الامور دي كلها، فغيرنا الصرف، خط الصرف عملنا كبرض عشان الامن والسلامه، خط للاطفاء مؤثر في نفس الوقت برضو بنحافظ على اثاثه المكان. ده اكيد، ده اكيد، وده بالعكس انت بترد الشيء لاصله يعني. تمام. وكان المبنى يعني بتعمل درجه من درجات الترميم، هو طبعا ما هوش مبنى اثري لكن نظرا لانه مبنى قديم. تمام. فهو يعني يحمل الطابع الجميل بتاع زمان.